اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن تصاعد الوضع العسكري في محافظه المهره. قتل 5 جنود واصيب اخرون بكمين استهدف قوة عسكرية في الطريق المؤدي الى منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. ونقلت الاناضول عن مسؤولين محليين بمحافظة المهرة ان قوة سعودية ترافقها قوات يمنية تعرضت لكمين مسلح وهي في طريقها الى منفذ شحن الحدودي مع عمان. من جهتها نفت اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة علاقتها بما حدث من كمين مسلح استهدف رتلا عسكريا قرب مفرق فوجيت. أعربت اللجنة في بيان لها عن قلقها البالغ جراء هذا التصعيد الخطير، معتبرة ما يحدث انفلاتا أمنيا ومحاولة للدفع بالمحافظة إلى مربع الفوضى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب تصاعد الوضع العسكري في محافظة المهرة خصوصا بعد إقالة راجح بكريت، وما الذي يمكن للحكومة عمله لضبط الوضع الأمني في المحافظة. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي. حدث في المهرة يعيد الأمور مجددا إلى واجهة الأحداث، مقتل 5 جنود وإصابة آخر في كمين استهدف رتلا عسكريا على الطريق الرابط بين مديريتي حات وشحن. المعلومات الواردة تقول إن القوة العسكرية التي استهدفت مكونة من جنود سعوديين ويمنيين وقد كانوا في طريقهم إلى منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. يأتي هذا الحادث بعد تطورات شهدتها المهرة خلال الأيام الماضية كانت نتائجها حدوث اشتباكات عسكرية بين القبائل والقوات السعودية، تبعه تغيير محافظ المحافظة راجح باكريت وتعيين محمد علي ياسر. لجنة الاعتصام نفت علاقتها بما حدث، وفي بيانها عبرت عن قلقها البالغ جراء هذا التصعيد الخطير، معتبرة إياه انفلاتا أمنيا ومحاولة للدفع بالمحافظة إلى مربع الفوضى. لكن لجنة الاعتصام استغلت هذا الحادث لتؤكد على أن المهرة تدفع ثمن فشل القبول بمطالب النضال السلمي، فقد قالت إن ما جرى هو نتاج الممارسات والتصرفات التي أجهضت بها روح الدولة والنظام واستبدلتها بالخارجين عن القانون، محملة المحافظ السابق راجح باكريت المسؤولية. عامان من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير باكريت ومغادرة القوات السعودية لم تدفع المشهد قدما لتغيير المحافظ إلا بعد أن تحولت الشعارات إلى مواجهات عسكرية وكمائن. الاستماتة السعودية على البقاء في المهرة والسيطرة على منافذها يدفع الأمور إلى المزيد من التوتر قد يصل إلى ما وراء الحدود وتحديدا مع الجانب العماني الذي يرى في المهرة خطا مهما في أمنه الاستراتيجي. تبقى الحكومة الشرعية هي الغائب الأبرز عما يدور في المهرة وعن الترتيبات الإقليمية والصراعات المفتوحة على أبواب العنف. حادثة اليوم تعد الاختبار الأول أمام المحافظ الجديد محمد علي ياسر، فهل سيكون تعيينه بداية لحل أزمة المهرة أم أن الوضع أكبر من قدرة المحافظ على احتوائه؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن من المهرة الشيخ عيسى بن ياقوت. مرحبا بك سيد عيسى. إذا ربما تصعيد جديد في الوضع في محافظة المهرة، كمين استهدف قوات سعودية يمنية، الاعتصام والقبائل ينكرون ويقولون أن لا علاقة لهم بهذا الكمين، ما الذي يحدث؟ من قد يقف وراء هذا التصعيد؟ مرحبا سهلا، أولا نحييك ونحيي المشاهدين الكرام في كل مكان. أولا أختي الكريمة نترحم على شهداء الوطن الذين نالتهم أيادي الغدر والخيانة، كما أننا نشد على أيادي قواتنا المسلحة والأمنية على ردع كل من تسول له نفسه في العبء بأمن واستقرار محافظة المهرة بصورة خاصة واليمن بشكل عام. نعم أختي الكريمة، من المعروف بأن محافظة المهرة من المحافظات المسالمة والتي نأت بنفسها طوال هذه الوقت عن جميع الصراعات، عن جميع الصراعات التي دارت باليمن، وهي محافظة المهرة حاضنة لأبناء اليمن جميعا. وأما بخصوص تفاقم الوضع بعد إقالة راجح باكريت
جميع يعلم بأن الانتقالي الذي تبنى سابقة راجح باكريت سابقة راجح وأعلن وغردوا، ومنهم الأخ هاني بن بريك الذي أغرد الليلة أو الليلة الأمس والكل يعلم تغريدته ويرجع لها، فقد انكشف الستار عن أو فقد انكشف الغطاء عن راجح باكريت لأنه أحد بما يسمى المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي كان مدافعا عن راجح باكريت لكونه واحد منه، واليوم يقومون بخلط الأوراق لزج بأبناء قبائل المهرة في الصراع مع التحالف، ونحن نقول إن أبناء قبائل المهرة بريين من هذا الإجرام الذي حصل اليوم في حات، بريين منه كل أبناء قبائل المهرة بريين من هذا الإجرام وهذا اللي حصل والذي نراه اليوم. فأنتم تعلمون جميعا إن نحن منذ سنتين لدينا لجنة الاعتصام والاعتصام السلمي في محافظة المهرة، والحمد لله خلال هذه السنتين لم 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 تكون هناك قطرة دم. فاليوم نحن كشفنا كل ما يقومون به بما يسمى المجلس الانتقالي من خلط الأوراق لإقالة راجح وانتقال السلطة إلى الشيخ محمد علي ياسر. نعم. إذن شيخ عيسى، من خلال كلامك أنتم تشيرون بأصابع الاتهام لباكريت وخلفه الانتقالي، من الذي يقف خلف باكريت والانتقالي وعلى ماذا استندتم بهذا الاتهام؟ نحن أختي العزيزة يقف وراء الانتقالي الإمارات العربية المتحدة والكل يعلم، والسيناريوهات اللي حصلت في عدن اليوم ها نحن نراها في المهرة، وقد قلنا ونددنا لأكثر من مرة إن السيناريو اللي يحصل في عدن وشبوة وأبين اليوم ها هو في محافظة المهرة، وغدا يكون عندنا في سقطرى وكل من المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي الذي يريد أن يخلط أوراق الشرعية من الآخر. نعم. إذن شيخ عيسى سأعود إليك للتوسع في النقطة هذه ودور السعودية هنا للحفاظ على الأمن في المحافظة، وأيضا دورها مما تقول تدخل الإمارات والانتقال في الخط التصعيدي للوضع في المحافظة. ولكن ينضم إلينا الآن من المهرة أيضا عضو مجلس الاعتصام السيد علي مبارك. مرحبا بك سيد علي. إذا لعلك استمعت لحديث الشيخ عيسى الذي أشار بأصابع الاتهام بطريقة واضحة وصريحة إلى باكريت ومن يقف خلفه كما قال الانتقالي والإمارات، أنتم من تحملون المسؤولية ومن تقولون أنه يقف وراء هذا التصعيد الجديد في الوضع العسكري في المهرة؟ مرحبا وسهلا بك وبالشيخ عيسى وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أولا نتأسف عما حصل اليوم في محافظة المهرة، وحقيقة شيء مؤسف جدا أن نتوصل يعني وتوصل الأمر ومن السياسات القبيحة التي تنتهجها الدول التحالف اليمن في كل أقطار اليمن العربية المتحدة الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية. فهؤلاء الدولتين دخلتا لليمن وفي إعلانها عاصفة الحزم، وهناك أمور واضحة، ولكن بعد ما دخلوا ظهرت أمور وخروجات وأشياء والتفافات على ما أعلنوه، وها هم الآن يلعبون بكل اليمن من عدن إلى شبوة إلى سقطرى إلى المهرة، يحاولون أنهم يؤججوا فتيل الفتنة في كل أنحاء اليمن من أجل أن يكون لهم بقاء في اليمن. فالآن نحن في محافظة المهرة، صحيح أن هناك أن التواجد السعودي مرهق أبناء المهرة، وأن التواجد السعودي الموجود في المهرة، أبناء المهرة خرجوا من قبل سنة وسنتين ولا زالوا ينددون ولا زالوا يخرجون بسلمية ضد هذا الوجود وضد هذا العبث، ولكن أن يصل الأمر بهم وبسياستهم القدرة أنهم يضحوا بجنودهم وبالذين هم موالون لهم من أجل أن يثبتوا وجودهم في هذا الظرف الصعب. في الحقيقة تحليلي الشخصي عن الوضع في المهرة،
أن السعودية هي تحاول السيطرة على المهرة بكل الاتجاهات وتحاول الضغط على الشرعية بأنهم يجعلوا لها وجودها في المهرة وأن تقاضيهم بالمقابل في أماكن أخرى في عدن ولا في أماكن ضعف الشرعية مقابل المقاضاة، ولكن تحسست الوضع الشرعية في نهاية الأمر و عدالة المحافظ الذي رأته أنه يبرئ ويعمل على خطط الإمارات هنا في المحافظة ووضع الانتقال هنا في المهرة، فتحسست الشرعية حست بهذا الأمر وقالت المحافظ وعينت محافظ آخر، محافظ شخصية شيخ قبلي ومحافظ سابق وعضو مجلس نواب، وبالتأكيد سوف يكون هناك التفاف غير عادي معه من جميع شرائح المجتمع، سوف يكون حلقة صعبة وحلقة صدمة لن يستطيع أحدا أن يلعب على المهرة سواء من الجانب القوات السعودية أو الإمارات العربية، فلذلك هم الآن استشعروا هذا الخبر الآن في الوقت نفسه، فعملوا على تفعيل أزمة المهرة، عملوا على خلط الأوراق في ما حصل في حادث اليوم. حادث اليوم يستغرب المقاطعة، ولكن أنت تقول يعملون على خلط الأوراق، من أرجو التوضيح بس. بالطبيعة الحال نحن نتوقع ونشير بأصعب الاتهام العربية للإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى أن السعودية والإمارات كلها متفق على العبث باليمن بشكل عام، ليس هناك هم متفقين رغم أن هناك ما يظهر للإعلام وأن هناك ربما صراع نفوذ، ولكن في الأخير تمزيق وتضيع اليمن هم متفقين عليه، هم متفقين أن تبقى اليمن بالطريقة هذه من المهرة إلى عدن إلى سقطرة إلى جميع أرجاء محافظة الجمهورية. فما حصل اليوم الذي يتأسف عليه أبناء المحافظة وأن يتم الزج بهؤلاء الجنود الذين ما أتوا إلى المهرة ربما إلى من أجل لقمة العيش، وهم الذين أتوا بهم وغرروا بهم وهم اليوم يضحون بهم، أبناء المهرة وأبناء القبائل ولجنة الاعتصام ينفون وننفي هذا الخبر وأنه ليس لنا صلة بهذا الأمر. صحيح هناك كفاح مسلح ولكنه في حدود الدفاع عن النفس فقط، هم لو أن أبناء المهرة كانوا يريدون أنهم يقعون الأزمات في المهرة كان قبل أيام كان هناك ما حصل من ضرب بالطيران وضرب أبناء المهرة وتم السيطرة على منطقة جهنم، وأبناء المهرة تراجعوا وابتعدوا وحكموا العدد من أجل لأنهم يعرفوا أن في من يحاول جر المحافظة إلى صراع وإلى أمور لا تحمد عقباها. فأبناء المهرة بمشايخها وقبائلها ولجنة الاعتصام وكل الشرفاء من أبناء المهرة يحاولون النعيب المحافظة، يحاولون البعد عن الخطر وعن الحرب وعن سفك الدماء في المهرة، لكن يعني بالتوقيت هذا بالضبط وبعد إقالة المحافظة الموالي للسعوديين وللإماراتيين في نفس الوقت واختيار الشيخ محمد علياط الذي زي ما أسلفت شخصية مقبولة في المجتمع، هذا التوقيت بالذات يشير إلى عدة استفهامات يعني كل هذا من أجل أنهم يحاولون أنهم يربكون المشهد أمام المحافظ، يربكون المشهد أمام العالم أجمع، وأن هناك إرهاب زي ما زعموا من قبل وأن هناك عناصر إجرامية وأن كل مرة هم يمشون على جماعة معينة وتنتهي بهم ويتوصلون إلى طريق مسدود، عرفوا أنه في فأظهروا اليوم هذه المهزلة وهذه اللي حصل، وهذا حقيقة نحن نتأسف عليه ولا نريد أن يسفك دم يمني داخل أرض المهرة وحتى على أرض اليمن بشكل عام. نعم سيد علي، إذا حسب كلامك أنه من أحدى المقاصد لهذا التصعيد وضع العراقيل أمام المحافظ الجديد ابن ياسر، ابن ياسر ألم يأتي بتكليف من الحكومة الشرعية التي هي الآن في الرياض وتمتثل لأوامر الرياض، كيف يمكن فهم هذا اللغط؟ في الحقيقة الحكومة الشرعية حقيقة هي حكومة يعني عليها ضغوطات شديدة وهي الآن في الرياض والأوامر اللي تتلقيها طبعا أوامر من الرياض، ولكن نحن نحس أنه في بعض الأحيان وفي بعض المواقف تظهر من الحكومة الشرعية مواقف تجري وتكون إلى جانب الوطن، في مثل مثلا محافظة سقطرة ومحافظة شبوة، هؤلاء وقفوا إلى جانب الوطن وبأوامر من الرئاسة اليابانية، ونحن بالمهرة بعد ما رأينا القرار اللي أصدرته الرئاسة
حقيقة الشارع المهني كله تفاعل خير وراء بسيط من الأمل أن الحكومة الشرعية بدأت تتفهم الوضع وبدأت تتفهم خطورة الوضع وأن الوضع سوف ينزلق إذا لم تتدخل الرئاسة. فبهذا القرار وبهذا التعيين كنا على تفاؤل وأمل كبير بالأمر ولا زلنا والأمور إن شاء الله تمشي بالاتجاه الصحيح وترجع الوطن بشكل عام. ونحن في المهرة لازلنا نؤكد ضرورة رحيل القوى السعودية من المحافظة، ليس لهم محل في محافظة المهرة، هذا وجودهم وجود احتلال لا غير مكتمل الأركان. هم الآن يحاولوا أنهم يسيطروا، يحاولوا أنهم يستولوا على المنافذ، على مباشرة الدولة، على كل الأمور في المحافظة. ونحن لا، ليس وضع بتغيير المحافظة أننا سوف نتراجع عن هذا أو لا، بالعكس نحن لا زلنا مصرين كل الإصرار على مطالبنا اللي رفعناها من قبل ولازلنا عليها حتى رحيل جميع القوات السعودية من المهرة. بخصوص وضع الانتقالي والإمارات العربية المتحدة في المهرة، يعلم الجميع أن الإمارات دخلت من قبل في 2014-2015 للمهرة ولم تجد أذانا صاغية. كان في عهد هذا الشخص نفسه، في عهد المحافظ الحالي اللي الآن تم تعيينه محمد علي ياسر، ومسك زمام الأمور ولم يجعل لهم طريق ولم يجعل لهم أنهم يعبثون في أمن المهرة، رفضهم حتى أنهم رحلوا من المهرة. والآن نفس الشيء، لا الإمارات لها حاضنة شعبية في المهرة ولا الانتقالي والقوات السعودية، هناك معارضة شرسة وقوية على الواقع من جميع فصائل المجتمع المهري، وسوف يستمرون في النظام حتى رحيل القوات السعودية من المهرة. نعم سيد علي، بالعودة للحديث على موقف الحكومة الشرعية، أنت أثناء حديثك أثنيت على الموقف الأخير من الحكومة الشرعية ووصفته بأنه ربما بداية تفهم لمطالب أبناء المهرة، كيف يمكن ولكن في ذات السياق فهم هذا الصمت وغياب المواقف الرسمية إذا كل هذه التطورات وهذا التصعيد، خاصة وأن وزير الداخلية عندكم في المهرة؟ في الحقيقة زي ما أثبت الوضع، الحكومة الشرعية وضع ضعيف ولهم يعني مواقف ما تحز في النفس أن تكون الحكومة بهذا المستوى، هذا حقيقة جدا مؤلمة. ولكن لازلنا نؤكد أننا لازلنا نتمسك بها ونتمسك بخيوط أمل. وزير الداخلية موجود في المهرة، وزير الداخلية أثر برقية قبل أيام مع الأحداث الأخيرة ومع المشاكل، توقيف جميع الوحدات الأمنية والعسكرية وعدم التدخل في المنفذ، ولكن هذه القوات لا تخضع للوزير الداخلية ولا تخضع لوزارة الدفاع ولا للوحدات الأمنية والعسكرية. هذه الوحدات الموجودة تم إنشاءها من قبل القوات السعودية في المحافظة وهي تتعامل بأوامر من المطار. الحكومة الشرعية هي نحن رأينا منها هذا الأمل وهذا البسيط اللي ظهر في الموقف الأخير وتغيير المحافظ، ربما استشعروا هذا الخطر القادم ورأوا أنهم لابد أنهم يرجعون إلى أبناء المهرة وإلى مواقفهم الموجودة داخل المحافظة، لأنهم ما بقي لهم في اليمن إلا المهرة التي لا تدعو إلى تدخل من الرئاسة، تدعو إلى وحدة الصف، إلى الانضمام والاتفاق خلف الحكومة اليمنية وخلف الرئاسة اليمنية. جميع المحافظات الجمهورية الآن في الوضع، هناك ميليشيات مكونة من قبل الدول التحالف الموجودة وهي يعني تلعب بالمحافظات جميعا وتخلط الأوراق في عدن وفي شبوة وفي سقطرى. نحن بالمهرة لازلنا متمسك بالنسبة للنتيجة الاجتماعي والقبلية لأبناء المحافظة، لا زالوا متمسكين بالرئاسة، متمسكين بالحكومة اليمنية، ولا زالوا على أمل أن تكون الحكومة قد المسؤولية وأن تكون قد ما يعني ما إلى جانب الوطن والمواطن حتى يتم خروج هذه الأزمة ومشكلة الحرب هذه اللي طال أمدها أكثر من 5 سنوات، والوضع من أزمة إلى أزمة ومن مشكلة إلى مشكلة ومن انقلاب إلى انقلاب آخر. لا، ليأخذوا دروس من انقلاب عدن الأخير ومن محاولة الانقلاب في سقطرى ومحاولة الانقلاب في شبوة، ربما استشعروا الخطر ورأوا أنهم هنا في المهرة آخر أوراقهم سوف تذهب عليهم إذا لم يقفوا إلى جانب أبناء المهرة.
نعم سيد علي، كما وصفت أنه ربما كانت المهرة من أكثر المحافظات اليمنية التي تتميز بالاستقرار إلى حد ما، الاستقرار الأمني والعسكري والاستقرار على مستوى كافة المستويات داخل المحافظة. كيف يمكن فهم هذا الزج أو محاولة الزج بالمحافظة إلى مربع العنف؟ هل نستطيع القول أن هنالك صراع إقليمي يدار على أرض يمنية هي المهرة؟ كيف يمكن للطرف الذي يحاول الزج بالمهرة إلى مربع العنف أن يستفيد من هذا العنف؟ الطرف اللي يريد الزج بالمحافظة إلى مربع العنف هو التحالف العربي السعودي الإماراتي، يحاول الزج بالمحافظة إلى مربع العنف، ولكن أبناء القبائل زي ما أسلفت آنفا، أبناء القبائل يحافظون ويحاولون جهدا انهم يبتعدون كل الابتعاد عن مواجهه القوات السعوديه، عن مواجهه الميليشيات التابعه لها، يتنازلون عن حقهم في ارضهم وحقهم في السيطره على منافذهم وعلى اماكنهم السياديه، كل ذلك من اجل الحفاظ على المهره، لانهم يعرفون حق المعرفه ان هناك من يريد الزج بالمحافظه الى طول الصراعات. هذه مؤكده، ما حصل وأسلفت في المرة الأخيرة في منفذ شحن، هذا دليل على أن أبناء المهرة لو أنهم كانوا يريدون أن يواجهوا عسكريا وأنهم يريدون أن يقاوموا لكان في هذا اليوم الذي دخلوا المنفذ بأكثر من 40 طقم وبمدرعات وأسلحة ثقيلة، كان لو لأبناء المهرة أنهم لولا أنهم يريدون أن يحافظوا على أمن واستقرار المحافظة لكانوا بدأوا فجر الوضع من هذا اليوم، وليسوا ملامين، ليس وراءهم ملامة، لأنهم هذا من أجل أنهم يحافظون على المحافظة، ولكنهم يعني حاولوا كل البعد، عرفوا حقيقة الأمر وعرفوا أن هناك خطة من أجل أن تكون تتحول المهرة إلى بورة صراع، أن تتحول المهرة إلى ساحة وتصفية حسابات. فأبناء المهرة عرفوا هذا الامر وابتعدوا وسلموا الامر. السعوديه كل يوم تعمل لها معسكر، وكل يوم تستحدث قوه عسكريه اخرى، وكل يوم تحاول انها تدخل اكبر قدر من الاسلحه الى المحافظه، وابناء المهرة لا زالوا يرددون بهذا الامر سلميا، لانهم متاكدون من هذا الامر ان هناك من يريد تفجير الوضع بالمهرة. نعم، اذا سيد علي مبارك عضو مجلس الاعتصام، شكرا جزيلا لك. يعود معنا مرة أخرى الشيخ عيسى بن ياقوت، مرحبا بك من جديد الشيخ عيسى. تحدث السيد علي مبارك الكثير عن وعن الوضع في المهرة ومحاولة زج المحافظة إلى مربع العنف، ووصف تعيين الحكومة الشرعية لبن ياسر ببصيص أمل وربما بداية فهم لمطالب أبناء المهرة. هل يعني هذا وجود تفاهم وتوافق بين أبناء الاعتصام والقبائل مع المحافظ الجديد، ومدى إمكانيات والقدرة لدى المحافظ الجديد على لملمة الوضع في المحافظة؟ نعم أختي، أولا نبارك للشيخ محمد علي ياسر ونسأل الله أن يعينه في مهامه، وحقيقة هذه الشخصية شخصية اعتبارية وشخصية مرجعية للمهرة من أساسها، فنحن حقيقة فرحنا وسعدنا بوجود هذه الشخصية اليوم في هرم السلطة في محافظة المهرة، وآملين إن شاء الله أن يكون لدى أبناء المهرة أمل كبير جدا في وجود هذه الشخصية لحلحلة الأشكاليات التي حصلت أو التي تحصل في محافظة المهرة، وإحنا حقيقة نشد بأيدينا إلى يد المحافظ الجديد الشيخ محمد علي ياسر، وإن شاء الله سنكون لها عونا وسندا إن شاء الله بإذن الله. نعم، إذا ما العراقيل والصعوبات التي قد تواجه المحافظ الجديد؟ العراقيل إن شاء الله ما في أي عراقيل بإذن الله، إذا كان هناك على هرم السلطة رجل ذو حكمة وذو حنكة ويمسك العصا من النص مثل شخصية محمد علي ياسر، نحن إن شاء الله أن نقول ما تكون هناك أي عراقيل بإذن الله عند وصوله إلى محافظة المهرة.
واحنا وابناء القبائل والقبائل والمشايخ والاعيان في محافظه المهره ان شاء الله سيكونوا سند لهذه الشخصيه المميزه. نعم، إذن شكرا لك سيد والشيخ عيسى بن ياقوت، ونتمنى السلامة لكل أبناء المهرة. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الشيخ عيسى بن ياقوت وكان معي عضو لجنة الاعتصام في المهرة علي بن مبارك، وأشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وأشكر زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.